امرأة مولاة تباع من بعض الناس وقد تعودت أنها تصلي ليلا وكان سيدها وأبنائه يقومون الليل، فباعها سيدها على أناس آخرين، وفي آخر الليل كعادتها طرحت الأبواب عليه الصلاة الصلاة. قال واحد منهم: أأذن للفجر؟ أأذن للفجر؟ قالت له: ويحكم، أما تصلون إلى الفجر في جماعة؟ قال: لا. فلما أن أشرق الصباح هرع إلى بيت سيدها الأول وقالت: ردني يا سيدي، بعتني على أناس لا يعرفون قيام الليل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يروى أن بعض السلف رضي الله عنه كان يصلي في بيته والسقف كان باليا، فنزلت أمطار غزيرة وتساقط المطر من السقف وانتقل إلى زاوية فسقط البيت. جاء الناس ليبحثوا عن الرجل فوجدوه ساجدا راكعا تحت زاوية، فقالوا له: يا هذا، البيت قد تساقط. قال: سمعت قعقعة وظننت أنها القيامة قامت ووددت أن يلقاني ربي هكذا. فماذا لنا نحن في هذه الآونة، آونة الفيديو والتلفاز المخرب؟ التلفاز والفيديو جهازان نعم من نعم الله، لو سخر للدعوة الإسلامية.